اللي يعرف عيوب نفسه ما يشمئزش من عيوب الاخرين. انتوا عارفين احنا بنشمئز من عيوب الاخرين ليه؟ لاننا ما بنعرفش عيوب نفسنا. فتش نفسك، اعرف عيوبك. عيوب الاخرين ما بقتش عيوب امامك، انما اللي امامك عيب نفسك. عايز تجتهد انك تصلحه. قدم المرأة اللي موتكت في ذات الفعل للمسيح لانهم ناسين خطاياهم، ولا تنسى عيب الغلبانة المسكينة اللي انغلبت من الشيطان، اللي انغلبت من الخطية. قدموها، هم مقدمين عشان يختبروا المسيح ويجربوه، ولكن اللي جايين يختبروه علمهم درس نافع. قال لهم نفذوا الناموس، بس اللي يضربها بالحر الاولاني يكون من غير خطية. من منكم بلا خطية فليرجمها بالحر. يفتشوا نفوسهم، وبعدين تلاشت خطية المرأة من امامهم، وكل واحد بقى ينسحب. وكمان احنا لو تأملنا في خطايانا ما نشمئزش من خطايا الاخرين ولا نزعلش منهم، هننشغل بتصليح نفوسنا. ويرجع الغرض الاساسي اننا بنعمل ايه؟ بنكرس خدمتنا لتصليح نفسنا الاول، مش كده بس. اذا عرفت خطيتي ده فيه فايدة، مش هشمئز من خطايا اخواتي. اخواتي كلهم هيبقوا محبوبين امام عيني انهم ناس ابرار، انما كمان هحاسب نفسي وهأدين نفسي على خطيتي. واللي يدين نفسه محدش يدينه ابدا، حتى الله لا يدين من يدين نفسك. اعرف خطيتك، ما تشمئزش من خطيه غيرك. دين نفسك ومن غيرك ما يدينك، حتى اللي انت غلطان له لما تيجي تقول له اخطات يقول سامحني. مهما كان في قلبه من تاثير غلطك فيه تلتفت ليه، تسامح. كمان ما تفكرش في الخطايا القديمه، احسن الفكر فيه بيجددها عليه. تعرف ان الخطايا القديمه اللي فاتت واعترفت بها وانتهت وبعدت عنك، اذا تجددت الشيطان بيجددها وبيجددها عشان يتعبك. ولذلك ما تفكرش فيها، فكر في الجديد اول باول واترك القديم. ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو امام. انت عاوز تبقى خادم لكلمه الرب، خادم لخلاص نفسك الاول وخلاص الاخرين، اعرف انك انت لما تبرر نفسك بترتكب اشر الرذائل. ولذلك المسيح ما نسيش يفتح افهمنا من المساله دي. اذا عملت كل البر مش تقول انا بار، اذا نسب اليك اي شيء مش تقول انا بار. ده انت عملت كل البر، قول انا عبد بطار. من منا بلا خطيه ايها الاحباء؟ قولوا لي بلاش خطايا الزمان اللي فات، خلينا في خطايا النهارده، وبلاش خطايا من اول الصبح لاخر الظهر. انما بس كل واحد منا يتامل افكاره كان ازاي. تعمل معروف، ما تبررش نفسك، لانك اذا بررت بنفسك دي خطيه كبيره خالص. انما اقول مفيش عبد من غير خطيه، ومفيش سيد من غير مغفره. اغفر لي يا رب. احنا كثيرا ما بنخطئ بانفسنا، يمكن تستغربوا ازاي بنخطأ بأنفسنا. نشوف واحد ضايقنا شوية، أو ده عمل حسب فكرين إنها مش ظريفة، ما احناش قادرين نتكلم، نقول هو بنلومه حتى بأنفسنا. الخطية خطية وبتتلون وبتتشكل. افخى منها يا حبيبي، ما تكرهش الشدائد. اوعى تفتكر الحياة كده سهلة، ده انت تفرح بالشدائد، لان بجهادك ضد الشدائد وفي الشدائد انت بتتصل بالله وبتتعبد. كتير منا بيكرهوا الظروف الشديدة والضيقات، ولكن الضيقات حلوة خالص. ادعوني في الضيق انقذك. انت بتتقرب الى الله في الشدة، افرح بوجود الشدائد دي. اعرف إذا كنت أنت عاوز تبقى في قداسة وعاوز تكون في كمال. القداسة ما تطلعش إلا من أرض التواضع. إذا كنت عاوز تبقى قديس زي الله، تواضع. تواضع يا حبيبي تظهر قداستك وتكمل المجد. المجد هو اللي يرفعك لفوق.
تصل للسماء، لكن ما قدر يا رب.